السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ اليوم ان شاء الله غادي نقدم لكم دجاج فخاد، هو مضغمر بحال الطريقه اللي كندير لكم دائما. غير انا اليوم بغيت ندير لكم دجاج اللي تيكون على هكا مغسول مزيان ومحكوك مفروك مقطعين له خلاص. هذا الرجيل هذه اللي دائما تنقولها لكم. هنا عندي واحد الكميه تقريبا واحد جوج كيلو هكا، وعندي هنايا واحد الكيلو ديال البصله. هذا الكيلو البصله هذا غادي نقطعه مشلط، وهذا غادي ندير له المشرموله اللي غادي نحتاجو فيها في المقادير ديالها. دائما كالمعتاد الشرموله ديالنا العاديه، سكين شويه نزيدو شي شويه بزايد ماشي مشكل. الابزار هي بنص كميه، كذلك غادي نديرو شويه ديال الخرطوم، بغيتو ديرو معاه الزعفران الحر ديروه. غادي ندير الملح اللي غادي يكفيني، ما نكثروش لان غادي نديرو هذا الليمون مصير غادي يطيب معاهم. وغادي نضيفو هنايا بلاتي غادي ندير عاد الثومه، هذه الثومه اللي انا عندي مدقوقه، راه عندي على القناه حتى هي، راه الطريقه كيفاش كنصوبها. هذه راني منين جيت البنات من المغرب درت جوج قراعي، وراه تبارك الله مازال هذه الثانيه يعني الاولين سحقتها، وهذه كلها دابا مازال خدامه فيها، يعني سحقتها غادي تقولوا سحقتها في هذا، لا يعني كليتها كلها. هنا غادي نقبض، غادي ندير شي شويه ديال الماء وشي شويه ديال المعدنوس اولا القزور اللي بغيتو اختياري، اولا ما ديروش، اللي ما كيبغيش المرقه تجي كحله ما يديرش منهم. انا غادي ندير واحد شي شويه ديال القزور، انا عندي هنايا القزور غير من المجمد، واحد شي شويه، هي شي شويه بزاف شي بزاف. وغادي نضيف شويه ديال الماء باش نخلط هادشي. اللي عندها الزعفران الحر ديرو، انا غادي ندير غير شي شويه ديال الملون، الخرقوم ما غاديش يكفيني في اللون باش بلا ما نخبع عليكم، لا تقولوا خبعات ودارت، انا غندير قدامكم. واللي عندها الزعفران الحر ديرو صافي، هذا هو. غادي نكحز هذا الشيء كامل هنا، غادي نقبض هاد الفخيدات ديالي اللي انا قبطهم بعد ما غسلتهم، راني ضربتهم بموس هنايا لداخل في الفخاد ديالهم، ومن لهنايا ومن لهنا كله، وبقات الجليده هكا عندنا كتشعل هكا صافي. غادي نبدا كنشرب هاد العصوص، نحاولوا اننا ندخلو لداخل في ديك الفخيط لداخل بحال هاد الشكل هكا، ونحطو هنا. ما تخافوش من هاد اللون هكا، راه دابا مع البصله اللي غادي نديرو حتى هي راه ما كتشرب ديك العطريه وداكشي. هانتوما نقي من هكذا، هنا ما غاديش نقدروا اما نديروه نص ساعه اما يبات اما تتصوبوه ديك الساعات. انا غنصوبو لكم طريقه للمبتدئين اللي ما كيقدروش يصوبوا دجاجه كبيره، ويبداو بعدا بالصغر هكذا ويصوبوا في الدقيقه الاولى بالنسبه الى بغاو يتعلموا. صافي هانتوما شفتوا كيفاش شرملتو باش ما يلصقليش، ونخليه نبقى كنشحر فيه. وانا غادي نمشي باش نقطع البصله اللي غادي نشلضها، غادي نقطع ليه. هانتوما ديك شويه ديال الماء اللي درت مع داك الماء اللي انا شحرتو به هو كافي مع الفخيضات ضيا كيطيبوا وكيجيو بنانه البنات، راه كيجيو مداد. انا اختاريت هاد الماء ندير غير الفخاد، بغيتو نتوما ديروا الصدر ديروا الصدر. هيا من بعد ما خليتو المره الثانيه غادي نقبط الكميه النص ديال البصله، والنص الثاني طحنته رقيق، غير تقطعات الكاميرا قطعتوها كمهرمش، وغادي نخليه يطيب معاها، لانه غادي نضيف واحد شي شويه ديال الماء، شي شويه ماشي بزاف، لان البصله راه كطلق الماء. غادي نضيفو في الجنيف، وغادي نضيف هنايا الثومه، ها هي دي الثومه اللي قلت لكم بلاتي، وغادي نضيفو كذلك السمن والليمون مصير.
السمن والليمون مصير. بالنسبه لليمون مصير غادي ندير هنايا ليمونه مصيره مزوله من نهار بيع صغيره ماشي كبيره، ولا كانت كبيره ديرو نصيص باش يجينا محمد. دابا غادي نطحنو ونرجع لكم. هذا طحنتهم صافي، وغادي نسرحو هنا. نحاول انني نكحز باش تجي البصله لتحت. اللي كنوري البنات اللي مبتدئين كيفاش يتعاملوا مع الدجاج فاش يكونوا كيطيبوا. هانتوما صافي، وغادي ندير له العافيه متوسطه ونغطي عليه ونخليه يطيب على خاطر. هذا الحامض اولا الليمون مصير اللي درتو انا، راني دايره دائما على القناه اللي بغاتو تكتب ليا ونحطو لها في التعليق ديالها، اولا تقلب دير حامض ولا الحامض مصير اولا الحامض مرقد ناديه الفاسيه، وغادي يطلع لكم كناجح 100% وخا كيبقى مده طويله ما تيكحلش، تيطيب غير فواحد الطريقه زوينه فيه بزاف. واللي بغات تشوفو تمشي على التيك توك راه تما كاين عندي، حتى هو راه توا واصل مشاهده كبيره. الحامض ولا الليمون مصير راه الطريقه ديالو ناجحه. هنا البنات رجعت ليكم لانني نقول لكم نسيت ما درتش قدامكم الزيت. ها هي دا كاس صغير صغير او كاس صغير ديال الزيت مخلط ما بين الزيت بلديه او الروميه وتكون بلديه اكثر، اولا كاس لارب ديال الزيت البلديه مخلط مع الروميه. واللي بغات دير هي البلديه بوحدها كيمكن لها ديرها. صافي دابا غادي نخليه كيطيب على خاطر ما نجهدوش، ما نديروش ديك الخدمه ديال الزربه، وحتى ما كتجيش الحاجه بنينه، الحاجه هي اللي كطيب بالعقل وكتسنيها على خاطرها. هادشي اللي كاين. هنايا غادي نبدا نهز الدجاج، راني بديت مقابله يعني هذه هانتوما شفتوا تحمرات لتحت واخا الماء بعد شي مرات واخا راه عندي مزيانه. غادي نستفو في بلاطو اللي غادي يدخل في الفران باش يتحمر. اللي طاب لكم هزوه، اللي كتحسوا به مازال ما طابش ما تخليوه يكمل. غادي نبقى هكذا حتى نهزو كامل. صافي هنايا من بعد ما هزيت الدجاج هو هذا كامل، غادي نقطع غادي نضيف له هذا البصله اللي شاطنا ماشي شاطت شاطت اللي بقات لنا، غادي نغطيو عليها وتا هي غادي نخليوها كطيب حتى تطيب لنا، وفي نفس الوقت تضغمر لينا بانها باش ما تربالكمش ان البصله حنا عندنا هنايا كطيب دغيا ما كيبقى فيها والو، واخا تعيط ديري حتى جوج كيلو ديال البصله ما كيبقاش فيها والو. صافي غادي نغطي عليها ونخليها كطيب مره مره، غادي نوريها لكم. صافي غادي نغطي عليها ونخليها كطيب. وهادي غادي ندوزو دابا غادي ندهنوهم بالزبيده اولا سمينه اولا زويته اللي بغيتو، وغادي ندخلهم الفران يتحمروا. الفران يكون عندنا على درجه الحراره 200 اولا 250 وندخلهم يتحمروا حداو معاهم، كيجي واحد اللوين مذهب فيهم. صافي وكنخرجوهم باش كتكون التغميره ديالنا واجده، وانتم هانتوما كتبعوا معايا وراكم عارفين الدجاج ديالي وكيفاش كنطيبو وراكم جربتوه. ما تنساوش البارطاج، ما تنساوش التعاليق وركيو الكومونتيرات. هاني درت لكم خاطركم، درت لكم على العرض الفيديو اللي قلتوا لي ما بغيتوش على الطول. دابا غادي ندخلوا الفران ونرجع لكم. البنات ما شاء الله خرج الدجاج من الفران، هانتوما شفتوا كيجي روعه. وهذه هي مازال كطيب مغطيه عليها، راها البصلات بحال اللي طابت مزيان. دابا غادي نعري عليها ونبقى كنحمر فيها، وها نتوما تجيش كيجي غزال وما تحمروش بزاف. هذه اللي كانت تحمرات لي في الطاوه ماشي مشكل، ها نتوما شتي اللوين باش ما يجيكمش يابس وما يجيكمش ناشف، نص تحميره وكتجي زوينه بحال هذا الشكل هكا.
هنا البنات عريت عليها باش تشوفوا البصله كي ولات. دابا غنبقى مره مره كنحركها هكا حتى نشوف اللون انا اللي بغيت، ما تجيكمش ميعه وما تجيكمش ملعبطه، يعني خاصها تشمع كيف كنقول لكم دائما، كتحسوا بها انها جاريه بحال هكا. كتزيدوها مره مره واحد القطرات ديال الزيت وانتم كطيبوا فيها، كطيبه بحال اللي كتحمروها حتى كتهمش، عاود ما تكثروش الزيت بزاف صافي حتى كتشمع لكم كيف درت في الفيديو الاول ديال الدجاج مبغمر. غادي ديروه هنا ديال الفاسيه وغادي يطلع لكم، وغادي تشوفوا الطريقه ديال الدجاج مكتف، الدجاج اللي من الاول حتى التالي ثلاثه ديال الدجاجات طايبين للمناسبه ليكم للضيوف ديالكم، غادي تشوفوه تما باش غادي تطبقوا الطريقه. صافي البنات ها نتوما الدغميره معلكه وفي الشهوه، وهكا بغيتكم تجيبوها وتردوا عليا وتشكروني وترحموا لي الوالدين، هذا هو اللي طالبه منكم. صافي غادي نطفي عليها دابا، دابا غتكلمه والصلاه على النبي. الدجاج محمر دغميره واجده ها نتوما طريقها، ولو غير بالخيضات بلا ما تمحنوا بالدجاجه ها نتوما شتي الدميعه كي دايره. وهذا هو سر الحكمه اللي نهار الاول درته مع المتتبعين ديالي وعجبتهم الفكره وعجبتهم الطريقه ديال الطياب ديالو، وكنتمنى انكم حتى نتوما تطبقوها. واللي دخلوا جداد عندي ومرحبا بالجميع، وغادي ان شاء الله نتلاقاو مع الشكل النهائي ديالو. صافي هذا هو الشكل النهائي ديال الفخيطات ديالنا، كندير لهم الزيتون والحامض مصير، كيجي الطبق على هذا الشكل هكا. كنتمنى ان الله فيديو يعجبكم ان شاء الله، وجربوه. دمتم في رعايه الله والى اللقاء.